أنا يسعدني ويشرفني إني أقدم الأستاذة الدكتورة ميرفت جمال، يعني اسمحي لو بنتي حقيقة. والله يعني دكتورة ميرفت من الناس الجميلة اللي اشتغلنا مع بعض وما شاء الله عليها، وهتكلم عن موضوع الكواليتي انديكيتورز في البيدياتريك كريتيكال كير يونتس. والكواليتي دي من الحاجات اللي احنا لازم كلنا نهتم بيها، لأن كله بيشتغل لكن هو زي ما نقول ايه ماس برودكشن، احنا عايزين كواليتي اوف ذا برودكت. فان شاء الله نستمتع بالمحاضره الجميله بتاع الدكتوره مرضى ان شاء الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسي دكتور عادل، وبشكر المنصه الكريمه، بحبهم جدا هم عارفين كده. بشكر اساتذتي الحضور، دكتور علياء شرفتينا ونورتينا، دكتور سناء من أحلى الحاجات اللي حصلت النهاردة، وطبعاً من امبارح إحنا في أوفوريا بسبب رجوع دكتور طارق، الحمد لله ومنورنا دايماً يا رب. دكتور حنان ماي منتور، شكراً لحضرتك على كل المجهودات اللي بتحاولي تعمليها in spite of all يعني tight circumstances وhard circumstances، وهي مصممة تعمل المؤتمر لأن هو ابنها الثالث يعني، فاحنا بنحاول نساعدها يعني إن شاء الله دايما. إن شاء الله يا رب يكون بفايدة، ويا رب نكون إحنا بنقدم لحضراتكم حاجة مفيدة على قد الوقت والمجهود والريسك برضو إن حضراتكم تيجوا ونتقابل يعني. بشكر الحضور جميعا، من اسمنا دكتورة إيمان، ومن الأسام الصديقة دكتور خالد، دكتور عزة، كل الأساتذة. لا بشكر الفريق بتاعنا، كل الشباب، لان احنا واحد، وواحد لو واحد ميسنج او اتنين ميسنج الدنيا مش هتمشي، فبشكر الفريق بتاعنا كله. النهارده يعني بتكلم على حاجه I don't know هي paramedical ولا medical، بس هي ليها impact على both our career and even the personal life بتاعتنا يعني. فأنا حبيت إن إحنا تشارك مع بعض من ال aspects of increase the awareness بتاعت topic معين، لأن هو هيحرك فينا كلنا شوية حاجات. فإحنا هنتكلم النهاردة على ال key performance indicators in the pediatric critical care management. دي different centers فيها ICUs، بتبدأ ديوك ومايو كلينيك في أمريكا، والcenters المحترمة بتاعتنا كلها في مصر، إحنا عين شمس، القصر العيني، أسيوط، الزقازيق، المنصورة، بنها، كل الcenters دي بتعمل، عارفة، بتعمل شغل كويس في البي آي سيو. طيب إيه الفرق بيننا كلنا؟ مش عارفين مين بيقول أنا أحسن، مين بيقول أنا أوحش، مين بيقول لا أنا عندي outcome أحسن، مين بيقول لا أوحش، كلام كتير ممكن بيتقال. طيب بلاش نقارن السنترز ببعضها. أنا نفسي كسنتر في عين شمس، إيه الفرق بيني دلوقتي وبيني من 5 سنين فاتوا؟ إيه الفرق بيني دلوقتي وبين 5 سنين جاية؟ لازم يكون في فرق، لازم يكون في حاجة أقدر أقيسها عشان أقول أنا أحسن ولا أوحش. Actually without knowing where we are we don't know where we are going and how to get there. فلازم نعرف إحنا فين، مش هنعرف إحنا فين ومش هنعرف to improve أي حاجة، أي situation إحنا فيه، من غير ما نعرف نقيسه. مش بالimpression ومش بال احنا شايفين ايه، ومش بالكليم ومش بالسبيتش، لا هو لازم نقيس احنا فين، وعشان نقدر نقيس الامبروفمنت بتاعنا واقول انا فعلا احسن ولا اوحش. زي ما حضراتكم كلكم عارفين لما بنعمل دايتس لازم يكون في سكيلز عشان اشوف انا بعمل دايت سكسسفل ولا لا، وانا سايق العربيه لازم يكون عندي السبيدو اللي بيقول لي سرعتي وانا ماشي، لو انا بعمل سبورتس وجوجينج لازم يكون عندي ستوب ووتش، حاجه تحدد لي انا بعمل ايه. الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتورز اكزاكتلي لايك ذا سيم، هي بتقيس لي وات از ذا هايست ليفل ثينج
you are trying to achieve. إيه أحسن حاجة أنا عايز أعملها؟ قياساً بكل piece of process في الـ healthcare service اللي إحنا بنعملها في الـ PICU. عشان أحدد KPI، والـ KPI الترم ده معروف خلاص لازم كلنا نبقى عارفينه، لازم بفكر إني أختار الـ KPI ده بنفس طريقة اختيار الـ goals، الـ goals والـ objectives في حياتي، إنها طريقة لازم تبقى smart. سمارت ده اختصار لكل حرف من الكلمات اللي انا هحدد عليها التشويس بتاعي. يعني سمارت جول، سمارت اس فور سبيسيفيك، يعني لازم يكون حاجه واضحه وحاجه محدده ومعروف مين اللي هيعملها والامباكت بتاعها هيرجع على مين. حاجه سبيسيفيك لازم تكون ميجربل، يعني اقدر اعدها النهارده كنا كام، بكره كام، اول امبارح كام. لازم تكون اتشيفبل، ما اقولش مثلا ان انا عايزه انزل بالمورتاليتي ريت في الكوفيد 19 ل 0%، حاجه ممكن تكون مش اتشيفبل. لا، لازم تكون حاجه اتشيفبل، لانها في الاخر لما احققها هتبقى انسبيريشن اللي معايا. ورياليستيك برضو، انا مش ممكن اعمم كي بي اي على مصر، جمهوريه مصر العربيه، مش ممكن اعممها على ديبارتمنتس مختلفه في نفس الديبارتمنت في نفس السكشن او اليونيفرسيتي. ممكن تكون اتشيفبل رياليستيك لمكان بس مش رياليستيك لمكان تاني، ولازم تكون ليها تايم ليميت، لازم تكون سكادولد وليها تايم ليميت. وبالتالي الكي بي اي اكشوالي ات از ا كوانتيفايبل time-based measures of a core step in the healthcare service اللي أنا بقدمها. ممكن أعمل، لازم الـ KPI بيبقى لها statement أو بيبقى لها اسم اختيار، ولازم الـ statement بتاعت الـ KPI تعبر عن الحاجات اللي احنا قلناها دي. ممكن تكون الـ KPI كده، ممكن تكون الـ KPI دي بتعبر عن عدد. أول حاجة يعني عدد، يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي الـ days of BICU stay 7 days for example، فأنا الـ KPI بتاعي إن عايز أخليها تبقى 6 days over a period of time اللي هي مثلا سنة. أنا عايز أنزل بالـ hospital stay أو الـ BICU stay بتاعي من 7 أيام لست أيام في خلال سنة. It's a KPI، وبقيسها بالكاونت او بالنمبر. ممكن اقيسها بطريقه تانية زي في تاني كولم اللي هي البرسنت اوف كومبليتنس اوف ماي ميشن. فور اكزامبل مثلا انا عايزه ادرب 100 نيرس على مانوفر معينه في الانفكشن كنترول او في الهاند هايجين، فالتارج بقيس ان انا هوصل في الست شهور الاولانيه هدرب مثلا 20%، والست شهور في الثانيه هدرب 20% تانيين. فممكن تكون percent of my target، هو ده الـ KPI. الحاجة التانية ممكن تكون percent of change of my current practice. يعني أنا مثلا mortality rate بتاعتي في الـ ventilator associated pneumonia say أنا خلاص عملت لها survey ولقيتها 50%، أنا التارجت بتاعي إن أنا أخليها 40%، فهو ده is a performance indicator ليه، ان انا احطه هو ده احسن حاجه عايزه اوصل لها في certain time. وبالتالي انا اقدر، لازم يكون في measure unit سواء كانت absolute number او percent of completeness of the mission او percent of change. لازم يكون عندي goal او target، لازم ابقى عارف التارجت اللي انا عايزه اوصل له هو ايه، سواء التارجت ده انا محدده من اللوكال اريا بتاعتي او benchmark من مستشفى تانية او من institution تاني او هو ده الايفيدنس. لازم يكون في target، مش اقول انا هقلل او انا هزود وخلاص. ولازم يكون في source of data، لازم يكون في source للداتا اللي انا هجمعها، ودي بصراحه مشكله فظيعه وعويصه عندنا وفي كل الاماكن. لازم الداتا دي اللي انا هدخلها في الاسسمنت بتاعتي لازم ابقى عارفه جايه منين، ولازم كمان ابقى عارفه هو هعمله كل قد ايه، هاسست كل قد ايه، مونثلي ولا باي مونثلي ولا ييرلي ولا ايه بالظبط. الـ KPI itself مش هو الحاجة الحلوة، إنما اللي ورا الـ KPI هو الحاجة المهمة. هو ده بيعني إيه؟ هو ده بيعني إيه؟ أنا هحسن إيه؟ أنا عندي إيه وحش عايزة أتحرك بيه؟ بالظبط إيه الـ influence بتاعي على الـ KPI ده؟ وإيه الـ influence بتاع الـ KPI عليا؟ فإكزامبلز مثلاً عندنا في الرعاية الـ rate of readmission within 48 hours. ده عندنا كلنا حاجة entity محترمة، في عيال كتيره بتبقى ري ادميتد في اول 48 اورز. ليها علاقه
بتزود الكونسومشن بتاعت الريسورسز بتاعتي في الاي سي يو، بتاكزهوست الناس، بتدخل الناس في بيرنينج اوت انه يحس عمل مجهود وبعد كده عيان جه. دي مشكله، مشكله، فدي لازم اقيسها علشان اتحرك فيها. طيب علشان الكي بي اي تسمى كده percentage of patients readmitted to the ICU in 48 hours، هنقيسها بالنمبر اللي هم readmitted على التوتال نمبر اوف discharges. البنش مارك العالمي 4%، يبقى هو ده التارجت والجول بتاعي، يبقى اقل من 4%. اكتر من كده لازم اتدخل واحل واعرف ان دي مشكله. الانبلاند اكستيبيشن طبعا مشكله، يا اما inadequate sedation، يا اما انا مش النيرسينج manipulation رف وكلام من ده. هو بيقول البرفورمانس بتاعي جوه الرعايه ايه، وبيبقى ليه عليه كومبليكيشن، عيال بتاكستيبيت وبتارست. فايت از ا بيرفورمانس انديكيتور اند ات از ا كور ستيب عندي، فايت از ا كي بيرفورمانس انديكيتور. البنش مارك بتاعي يكون اقل من 2%، يبقى انا السيف زون اني اقل من كده، ما بقاش انا عندي 7-8%. الري انتيوبيشن ريت ده برضو ليه سيجنيفيكانس، هل معنى انا اخدت قرار ديسيجن بريماتيور، هل انا ما حضرتش العيان على السبورتيف تول بعد الاكستيوبيشن ولا لا، فاتس انديكيشن اوف برضو البرفورمانس والسكيل والديسيجن ميكنج عندي في الرعايه، بيتقاس بان التوتال نمبر اوف ري انتيوبيتد بيشنس على التوتال نمبر اوف اكستيوبيشنز، والبنش مارك اقل من 5%. الستاندردايز مورتاليتي ريت، واحنا بصراحه كلنا في البيبر وورك او في الحقيقه ما ينفعش اقول انا عندي المورتاليتي ريت 20%، ات ميكس اتس نونسنس، انما لازم استاندردايز ات تو ذا ديجري اوف كريتيكال ايلنس اللي العيان ده خلي بيها. عشان كده احنا بنيفولف، يعني ان احنا نعمل سكورز اوف كريتيكال ايلنس من ساعه ما العيان يدخل في اول 24 ساعه عشان اقول البريدكتد مورتاليتي بتاعته كام. ولما انا اجي اشوف المورتاليتي بتاعتي الاكشوال مورتاليتي واقسمها على اللي هي الديث ريت اللي عندي الحقيقي على الاكسبكتد مورتاليتي او البريدكتد مورتاليتي، هو ده البرفورمانس الحقيقي بتاع البرفورمانس بتاعي اللي اقدر اقيس بيه الانستيتيوت بتاع عين شمس كومبيرد للانستيتيوت بتاع القصر العيني كومبيرد لا 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 لا. اوكي طب ايه البنش مارك؟ ات شود بي ليس ذان 1، ما ينفعش يكون المورتاليتي عندي اعلى من البريدكتد مورتاليتي، لازم تكون اقل من 1. اوكي لو لقيت الدنيا اكتر من كده لازم انترفين. في اكشوالي انديكيتورز كتيره جدا احنا لازم نهايلايتد ونبقى اوير بيها في الاي سي يو، زي ريت اوف بريشر سورس والافريج لينث اوف ستاي. واجين الافريج لينث اوف ستاي زي المورتاليتي، ما ينفعش انا اقول الابسولوت افريج لينث اوف ستاي في الرعايه عندي كام يوم، لا، لانها بتفرق في الديزيز المعين، في الكاتيجوري اوف الديزيز السيفيريتي، في برونكونيومونيا، في المسل اتروفي، في الكاردياك بيشنت، في البوست اوبرتيف بيشنت، هي بتختلف تماما. فلازم ابقى مايندد بالبيشنتس جروب اللي انا باسس الافريج لينث اوف ستاي بتاعهم. في بارامترز ثانيه او كي بي ايز ثانيه للانفكشن كنترول، للنيرس بيشنت ريشيو، لازم ابقى عارف الجولد ستاندرد او الريفرنس او البنش مارك ايه وانا بحاول تو اتشيف ات. الانتي مايكروبيال ستيوردشيب لوحدها دي بروسيس كبيره ليها كي بي ايز، على قد ايه انا ادهرنت للالجوريزم بتاعي، قد ايه ادهرنت للديوريشن، قد ايه ادهرنت للدوز. Again, without knowing where you are, you don't know where you are going, and you don't know how to get there. طيب خلاص احنا قسنا، حطينا KPI وقعدنا مع بعض وقسناه. انا دلوقتي هتكلم على rate of مثلا accidental extubation. خلاص انا قسته الشهر ده لقيت rate كذا، قسته الشهر اللي بعديه لقيت rate كذا، قسته الشهر اللي بعديه لقيت rate كذا. ايه معناهم دول كلهم؟ لازم اعمل لهم بلوتينج كلهم، واحنا الناس اللي علمونا السيكس سيجما والكواليتي مانجمنت علمونا ان احنا نعمل الران شارت او الترند شارت، اللي هو مش مهم جدول وارقام، لا انا عايز اخد امبريشن عن البروجرس بتاعي والترند بتاعي. فلما بعمل الارقام بتاعتي الميجرز اللي انا خدتها ان ريليشن تو تايم، بشوف بتطلع لي كده اوتوماتيك حاجه الميديان ده والارقام اللي انا بقيسها، الارقام اللي انا بقيسها. اي بروسيس الطبيعي ان انا اكون اب اند داون، اب اند داون اراوند ذا ميديان. انا هزود على الشرط ده اني احط خط تاني اسمه الجول،
لو الجول بتاعي مختلف عن الميديان، اوكي؟ فيبقى انا عارفه الجول بتاعي اب او الجول بتاعي تحت، فيبقى انا الميديان ده طالع لي من البرفورمانس بتاعي. طب انا ما عرفتش في مشكله، المشكله نعرفها ازاي؟ قلنا العادي في الرانك شارت ان يبقى اب اند داون اب اند داون اب اند داون وعندي ميديان. طيب لو كل البروسيس دي بعيده قوي عن الجول بتاعي يبقى انا في قصه تانية، انا في حته تانية غلط خالص. انما لو الميديان بيمشي اكروس الكلام ده، سوري الجول بيمشي اكروس الكلام ده، فميبي اي كان اتشيف ات. طيب من الشكل بتاع الرانك شارت ده وانا بعمل اسسمنت لكي بيرفورمانس انديكيتور بدور على ايه؟ بدور على حاجه اسمها شيفت اوف ذا بروسيس. يعني ايه شيفت اوف ذا بروسيس؟ يعني باخد قرايات الاقي 7-8 ريدنجز تو وان سايد اوف ذا ميد لاين او ذا ميديان. دي معناها ان البروسيس بتاعتي مش طبيعيه، البروسيس بتاعتي شيفتد سواء فوق سواء تحت. ده معناه ان البروسيس دي فيها مشكله، ومعناها ان فيها مشكله يبقى انت لازم تتدخل. انما العادي ان انا الاقيها كده الاقيها كده. في فترة مثلا لقينا في مشكلة في عدد الادميشنز، ممكن يكون دي كمان جات لنا حاجة بعيدة قوي ان المستشفى الكهرباء فيها اتقطعت فما بقتش شغالة، فخلاص عدد الادميشنز قليل جدا. ففي اوتلايرز، حاجات بعيدة هقدر اعرف تفسيرها من الشارت ده. المهم الحاجة اللي هتقولي البروسيس بتاعتي ستيبل ولا لا، هي اني انا عندي نقط أبوف وتحت الميد لاين او الميديان بتاعي، والميديان يكون قريب من الجول بتاعي. اعرف اني عندي مشكله ازاي؟ لو انا لقيت عندي شيفت بقيس ولقيت 5-8 او اكتر كونسيكوتيف ميجرز تو وان سايد اوف ذا ميديان، يبقى معناها انا عندي حاجه اسمها شيفت اوف ذا بروسيس، او في مشكله يقاس على كل حاجه. يبقى انا هنا لا، ده انا عندي مشكله لازم اتدخل. يعني مثلا هنا بنشوف الكلوستريديوم ديفيسيل في الستولز بتاعت العيانين، وبنشوف ايه الاخبار اهو، العدد قل العدد زاد العدد قل العدد زاد، بروسيس اكسبتد. الريت اوف فول يعني العيال اللي بتقع او البيشنتس اللي بيقعوا، ادي الميديان، الخط الاحمر هو الميديان، وادي الميجر ستاتي، وادي الجول، ده الجول بقى اللي انا عايز اوصل له في الاخر. What to do؟ انا دلوقتي اعمل ايه؟ المفروض ان احنا علشان نحسن البرفورمانس بتاعنا في اليونتس بتاعتنا كلها، هنديفاين ايه هي الايت، ايه هي البروسيس بتاعتي. انا العين من اول ما بيدخل البي اي سي يو لحد ما بيخرج بيعمل ستيبس، ادميشن، فنتيليشن، نيوتريشن، فلويدز، ميديكيشنز، انفكشن كنترول. البروسيس دي كلها بنقعد ونحدد ونعمل ستيبنج للبروسيس دي، واختار ايه الموست امبورتنت ستيبس فيها عشان اعمل لها اسسمنت. والموست امبورتنت حاجات فيها اشوف ايه البنش مارك، ايه العالم بيقول الرينج بتاعي كام، وبعدين اقعد اقارن انا فين من البنش مارك ده، انا اعلى انا اقل انا زيه. اوكي خلاص، انا عندي حاجه من اتنين، يطلع انا شبه العالم فالبروسيس بتاعتي تبقى ستيبل وانا بعمل خطوات ناجحه احاول احافظ عليها، يا اما اطلع انا اقل من الاوتكمز او الكي بي ايز او الجولز بتاعت العالم، فيبقى انا عندي مشكله هبتدي اتدخل. هتدخل اعمل ايه؟ هيقعدوا الاكسبرتيز بتوع نفس المكان يبرين ستورم، يقعدوا يقولوا احنا عندنا المشكله الفلانيه اسبابها ايه؟ 1-2-3-4-5-10 برين ستورم نقعد، ولازم يكون اللي هو ايده في الشغل بيعملها. يعني بتكلم في الانتيوبيشن اجيب النيرس واجيب النايب واجيب العامل واجيب الدكتور، يعني اجيب كل الناس اللي انفولفد في البروسيس دي. طيب في الاخر طلعت اسباب متعدده للاوتكم الوحش ده. الاسباب دي علمونا برضو بتوع السكس سيجما ان احنا نعمل حاجه اسمها باريتو تشارت. سهل جدا سهل جدا ومنطقي. ايه الباريتو تشارت؟ علشان اطلع الاسباب القويه اللي هي هشتغل عليها، اللي هي اسمها فايتال فيو. ما انا ما ينفعش اشتغل على 20 سبب وويست الايفورت بتاعي على كل الاسباب في نفس الوقت والريسورسز والفيزيكال ايفورت، مش هلاقي نتيجه. لا، انا محتاجه ابيك من الاسباب دي الفايتال فيو، اسمها كده الفايتال فيو. بعمل ايه؟ بشوف ايه الفاكتور اللي عندي وهو الفريكوانسي بتاعه، اقعد اقيس. مثلا النيرسز قالت الانبوبه دي وحش والانبوبه الثانيه دي كويسه، دي بتسليب، دي البلاستر ده وحش والبلاستر ده كويس. اقعد اشوف كم مره اتحط البلاستر وحش وكم مره اتحط البلاستر الكويس، يعني بشوف الفريكوانسي بتاع الحاجه بتاعتي. وبعدين
بشوف البرسنت بتاعتها من الاوت كم كله، وبعدين في الاخر بقعد ارتبهم واحط من الاعلى للاقل، ولما اخد بقى بعمل في الاخر حاجه اسمها كوميوليتيف برسنت. كوميوليتيف برسنت يعني ده مع ده بقوا كام، طب ده مع ده مع ده بقوا كام، وفي الاخر بعمل تشارت. التشارت ده بيبقى جزئين، جزء اللي هو الفايتال فيو اللي هم لو صلحتهم هيصلحوا لي 80% من المشكله بتاعتي، وهيطلع لي حاجات تانية يوسفول بطمني اللي هم بقى كلهم مع بعض عاملين المشكله دي، بس كتير يوسفول بطمني ومش هقدر اشتغل عليهم، فهشتغل على الفايتال فيو. يعني ده اكزامبل، بيشوفوا الايرور في السيرجيكال سيت اب، شافوا ايه هي الاسباب، رونج سبلايرز، اكسس كاونت، مش عارفه ايه، شافوا الفريكوانسي بتاعت كل حاجه اهي، دي 67 دي حاجه و40%، يعني هي حاجه و40%. طيب الاكسس كاونت بتاع الناس والحاجات لما حطوه عليها وعملوا كوميوليتيف بيرسنت بقت كذا، واللي بعدها عملوا كوميوليتيف بيرسنت، في الاخر عملوا لنا التشارت ده المشهور جدا اللي اسمه باريتو تشارت. باريتو تشارت طلع لي ان اول ثلاث اسباب دول لو صلحتهم هيصلحوا لي اولموست 80% من البروسيس. اشتغل انا على مين؟ اشتغل على الفايتال فيو دول اللي يحسسوني يحسنوني البروسيس. هو الكونسيبت ده المفروض يكون موجود في حياتنا كلنا. If we did realize the difference between the vital few and the trivial many in all aspects of our lives, and if we did something about it, we could multiply anything that we valued. Really, احنا كل مجهودنا هيبقى موجه وهيبقى ال response doubled و tripled وال outcome أحسن. ال KPI بت focus on the long term strategic thinking of the organization. بتوفر الكوست، بتعمل انسبيريشن للتيمز اللي شغالين، يا جماعه احنا كنا كذا في الاوتكم الفلاني وبعدين احنا التارجت بتاعنا اللي شغالين عليه دلوقتي بقى كذا، احنا الانتي بايوتكس كنا قد ايه بظرف استخدامها، بقينا اوير ان احنا محتاجين تو اورجنايز ات ون ليميتد. فكتر الكلام في الموضوع بيحسن الاورنس وبيخلي الناس تحط تارجت، ولما تشوفوا محققاه بارقام وقدامها الارقام ده بيبقى inspiring للناس انها تحسن وانها تكمل. يعني I believe في الستيتمنت دي ان talk is cheap، اي كلام ممكن يكون سهل وكلام كتير، انما وكمان الواحد يكليم انا بعمل او فلان بيعمل او كده is true easy, it's an easy، انما making a difference it's really hard but doable، والمفروض كلنا نبتدي نعمل كده. Thank you. Thank you so much, Professor Mervat. يعني اللي أقدر أقوله a dream comes true. فإذا كان this is a dream, it might or it may be one day come true. هي أعتقد البداية إن بيبقى حاجتين، الambition والcomputerization. يعني لازم كل حاجه تبقى كمبيوترايزد، ما ينفعش ابدا ان كل حاجه احطها بالكلام زي ما انت بتقولي توك از تشيب اند ايزي، لكن لازم كل حاجه تبقى دوكيومنتد وكل حاجه تبقى محطوطه على ورق وكل حاجه. والامبيشن ان الناس اللي بتشتغل دي هي اللي يبقى عندها الامبيشن انها تحسن. طول ما انت عندك الحماسه دي انت هتعملي، لو غيرك ما عندوش الحماسه دي مش هيعمل. فاتمنى ان كميه الحماسه اللي انت نقلتيها لنا تتنقل لكل الناس اللي بيشتغلوا في الانتنسيف كير عشان نوصل للاوتكم اللي انت قلتيه لنا دكتوره ميرف. الحقيقه انا بس في الاول حابه اشكر زميلتي العزيزه الجميله استاذه دكتوره حنان ودكتور طارق، وطبعا يعني انا شهادتي مجروحه طبعا، بس يعني المؤتمر غني عن التعريف وعن الحضور من الساعه 9 الصبح، ويا رب دايما دايما كل سنه من احسن لاحسن. يشرفني الحقيقه جدا ويسعدني ان انا اقدم استاذتي